الصيادلة لهم خبرة طويلة في التحكم في تقنيات الرقمنة. لا تنسى أنه مشروع نظام شفاء أول ما طبق في الصيدليات منذ سنة 2008-2009. اليوم وشاركنا كذلك مع إطارات هيئات الضمان الاجتماعي لتطوير وعصرنة كل التطبيقات التي والتحديثات التي مرت بها أو مر بها نظام الشفاء. وبالتالي هذا النظام الشفاء بالذات الافتراضي لا يحتاج إلى تكوين أو خبرة أو لا، لأنه هو خدمة يعني إضافية للخدمة المعمول بها حاليا، ولا تشكل أي يعني عائق أو صعوبة للصيدلي. وفي نفس الوقت هناك يعني حملة تحسيسية وإعلامية ستشمل كل ولايات الوطن، وأظن أنه الولايات التجريبية التي أعلن عليها السيد الوزير راح تكون يعني كمقدمة للولايات الأخرى حتى يعني يتم اكتشاف هذا المنتوج الرقمي الجديد الذي نتوقع نجاحه بنسبة كبيرة إن شاء الله.